10 حاجات تقدر تعملها بشات جي بي تي الجزء الاول. اول حاجه هتعملها هتخش على شات جي بي تي او اللينك اهو هتلاقيه برده في الوصف. بعد كده هتدوس على نيو شات، هيفتح معاك بالشكل ده، هتنزل تحت وتبدا انك تكتب. هتكتب ايه بقى؟ هتروح تجيب البرومبت ده واللي انا حاططه لك في الوصف، هتعمل له كوبي وتيجي هنا تحت في الشات وتبدا انك تعمل بيست. البرومبت ده ببساطه بيبدا ان هو يقول له انا عايزك تبقى انجلش ترانسليتور، هدي لك كلام بلغه معينه وهبدا انك يعني تترجمه لي الى اللغه الانجليزيه. طبعا غير الكلام اللي انت عايزه عادي خالص، انا هنا حاطه كبليس هولدر علشان يوضح الفكره. اول ما تكتب له الكلام اللي انت عايز تترجمه من اللغه العربيه للغه الانجليزيه هتدوس على انتر، هتلاقي شات جي بي تي بدا يعمل الماجيك بتاعه وهتلاقيه بدا يترجم لك الكلام. خد بقى التريكايه الجامده دي، هتنزل تحت كده تكتب له ميك ات ان اكاديميك رايتنج، وده ببساطه هيخلي الكتابه اللي فوق دي تبقى كتابة أكاديمية بكلمات أكاديمية قوية. لو عايز كمان تخليه يستخدم فوكابلري مميزة هتنزل تحت تقول له مثلا improve the vocabulary for me. هتلاقي هنا ببساطة اللي انت عملته انك ترجمت من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية، بعد كده خليته يكتبها لك بشكل أكاديمي لو انت هتستخدم ده في حاجة أكاديمية، وبعد كده كمان خليته يعدل لك في الفوكابلري فنفس الكلام بالظبط اتكتب بأكتر من صيغة. دلوقتي بقى انزل تحت قول لي هتستخدم شات جي بي تي او بتستخدمه في ايه.